أخبار اليوم. لو الدولة بتتمنى المشاريع دي والزراعات التصديرية كنا هنبقى من أوائل الدول في التصدير بالنسبة للفراولة، محاصيل كتير زي العنب زي الكنتالوب، محاصيل كتير تصديرية، البطاطس البصل، ولكن احنا بنفتقد الرعاية وبنفتقد المسؤولين يحسوا بينا ويكونوا موجودين جنبنا. انا عايز وزارة الزراعة توفر للفلاح المصري كل شيء. النهاردة السماد رفع 200%، ماشي، رش بيجي من الشركات من بره والله اعلم بيه. ليه شركة كفر الزيات ما بتشتغلش؟ شركة كفر الزيات اللي كنا النهارده بنروح نجيب كيلو الرش منها وكان يجيب لنا عن طريق الجمعية الزراعية ويفيد، النهارده بنجيب الرش من السوسة من الشركات اللي بره. كان مكتوب عليه بنسبة 8% تلاقيه بنسبة 3%. مش مركز، مفيش تركيز. الملح التجاري احنا ما بنشعرش بيه، ما بنحسش بيه، مفيش حد بيسأل عنا في التصدير، معتمدين على أفراد وإمكانياتهم بسيطة. الملح التجاري ما بيديناش بره بالمعلومات انه دول عايزه المحصول ده، ولا بيسهلوا لنا اجراءات ولا بيعملوا اي حاجه، ولكن المفروض احنا عندنا الانتاج المفروض يكون مش اقل من 40 طن، احنا نزلنا من 34 طن ل 20 و25 طن، وده سببه ان احنا بنفتقد نوعيه الشتلات الجيده، محدش بيسال عنا فيها، ونفتقد الارشادات، وكل المتوقف على عمليه الانتاج موضوع الشتلات، واحنا بنقابل صعوبه جامده جدا في ان احنا نجيب الشتلات من بره احنا كمزارعين. شركتك بنستوردها. الفلاح طول عمره، والفلاح ده اللي مهضوم حقه ومحدش بص له، النقابه ليه لازم تفعل داخل مصر وخارج مصر. النقابه دي لها دور كبير في دول حوض النيل، لها دور كبير في دول الحوار، لها دور داخل مصر، عشان الفلاح لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه، لازم ياخد حقه.